جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة من الرياض، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين، يقول: إنني رجل في الخمسين من عمري، كنت لا أعرف الصلاة ولا حتى الصيام، وكان يأتي شهر رمضان ولا أصوم يوما واحدا، والحمد لله تبت إلى الله توبة نصوحة، وذلك منذ حوالي 7 سنوات. تبت وأصبحت أصلي جميع الصلوات في المسجد وأصوم، فهل تقبل توبتي؟ وماذا علي في شأن الصيام الذي كنت لا أصومه خلال سنوات عمري الماضية؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيرا. الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، وعليك بملازمة هذه التوبة والبقاء عليها، محافظة على الصلاة وعلى أركان الإسلام وعلى فعل الطاعات وترك المحرمات والمعاصي، والله يتوب على من تاب. قال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. أما دمت قد تبت توبة صحيحة وأصبحت تحافظ على الصلوات الجماعة والحمد لله، تصوم رمضان، تقوم ببقية أركان الإسلام، تعمل الطاعات وتترك المحرمات، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. وأما القضاء فليس عليك قضاء بما كان قبل التوبة، لأنك قبل التوبة ما دمت أنك لا تصلي فإنك على غير دين الإسلام، لكن بعدما تبت والتزمت بأداء الصلاة والصيام وبقية الواجبات فإنك دخلت في الإسلام، وما قبله يعفو الله عنه سبحانه وتعالى.